محمد ومهما جدل ومهما كدل على الجنازة هذا وطننا وهذه أرض عمان تكبير كل ما ندافع عنهم شلون يعيشون بهذا الدليل؟ ما يبغى لهم عمل، ما يبغى لهم سكن ولا يعيشون. راح السعودية تحاربنا، راح نحيلهم، ما يبغون الخليج. لا يقول لي شباك مين، لا أنا وياكم ولا يدور وياكم، غير الله سبحانه وتعالى وياكم. تلقوني ما عليك من الحكي ولا عليك من الكلام. فاحنا لازم نوكل بعد سجناء، من حق ندافع عنهم. أجل مو راح يجي عنده، أجل قال لا يا عمي لما تبين كذا شباب قلت له تبين تبين على 10 سنوات عمره الحكم على 10 سنوات السجن وين هذا صار؟ حتى السعير ما سوت